هاني كركوك يا عراقيين، فلوسكم تروح هدر، فلوسكم راحت. الجيل القادم من العراقي ما راح يلقى فلوس، الطفل العراقي القادم ما راح يلقى كل شيء، لا نفط بقى، لا كهرباء، لا خدمات، ايش راح يقول؟ الوحدات الغازية لإنتاج الكهرباء حاليا احنا في دبس، في قضاء الدبس بكركوك. أول مرة نكشف هذا للسيد رئيس الوزراء وللإعلام جميعا. وحدة جاهز العمل، وحدة أخرى أيضا جاهز العمل، خلي يشوف كل العراقيين، كل أهالي كركوك، خلي يشوفوه. من العام 2012 لحد الآن ما كملان هذه الوحدات. يعرف أهالي كركوك وأيضا وزارة الكهرباء، اللي يعرف ولده يحاول وزارة الكهرباء في هذا الأمر. ممكن هذا إذا يوفرون إن 3 ملايين دولار، هذه راح ينتج 320 ميجاوات كهرباء. يا جماعة 320 ميجاوات مو قليلة، هذه وحدتين تستخدمها ينفذ بها الشركات الإيرانية، اللي دا يقولون إحنا لحد الآن ما ماخذين تخصيصاتنا ومستحقاتنا المالية. في مع هذا الأمر أكو منظومة الباور ميشن يسمونها، هذه يعني قضية فنية يعني ما ممكن أشرحها. الباور ميشن إذا اشتغلت هذه راح يزود أيضا أكثر من 400 ميجاوات، هذه مو قليلة، يعني راح تكون لنا 1000 ميجاوات كهرباء. اليوم احنا على مود قضايا بسيطة للأسف متوقف العمل هنا. سيد رئيس الوزراء مشكورا، هو راح للموصل، أتمنى يجي الكركوك، خلي يشغل هاي المحطة بيده، خلي هو يبادر يطلق المبالغ ويسوي استثناءات بقرار مجلس الوزراء لبعض الأمور البسيطة. يعني وزارة الكهرباء مشكورا، سواء كان بالإنتاج، بالطاقة، بالتوزيع، بالنقل، كل هذول ممنونين من عندهم احنا، لكن عندهم تلكؤ في بعض الأعمال اللي ممكن احنا نسهل عملها. النقطة الأخرى، اكو أدوات احتياطية أو جزء من هذا العمل للأسف صار عطل في مدينة الصدر في بغداد. وزارة الكهرباء اجا اخذ 120 بانل، جزء فني يعني اجزاء ميكانيكية اخذ من هنا ودا الى بغداد. من عام 2015 ما تقدرون توفرون لنا هاي الاجزاء بحيث حتى احنا نشغل هاي المحطات ونبقى نصير نخسر يوميا نخسر 240 ألف دولار كهرباء احنا نشتري من الإقليم من المستثمر. أهالي كركوك يا عراقيين، فلوسكم تروح هدر، فلوسكم راحت. الجيل القادم من العراقي ما راح يلقى فلوس، الطفل العراقي القادم ما راح يلقى كل شيء، لا نفط بقى، لا كهرباء، لا خدمات، ايش راح يقول؟ ايش راح يقول؟ هذه طبعا بالمناسبة هذه مو أول مرة أنا مخاطباتنا، مداخلاتنا بمجلس النواب، لقاءاتنا مع وزير الكهرباء أكثر من مرة، حتى لا يقول أرشد الصالح يستغل الوضع يقول هذا الكلام، لا. عقل المحطات، عقل المحطة ماخذينه. شلون يصير؟ عقل المحطة يعني المحطة بيها أجزاء، هذه الأجزاء ممكن تكون تنهي العمل خلال فترة قصيرة. هاي الأجزاء أخذوها إلى بغداد. من عام 2015 احنا لحد الان نشوف ماكو اجزاء تم اكمالها. 120 قطعة بانل اخذوها من كركوك الى بغداد. اخواني الرأي العام العراقي، احنا دا نشتري الكهرباء بفلوسنا، شقد ندفع يوميا؟ احسبوا يوميا ندفع 240 الف دولار، 240 الف دولار في 360 إلى السنة الأيام في 7 سنوات، كم مليار دولار احنا خسرانين؟ هذا نخليه للرأي العام ما نحسب بعد. سيد رئيس الوزراء
الأمل بالله وبيك تجي تكمل هذا المشروع حصرا. التوقيع بيدك ممكن تخلص كل شيء، توجه وزير المالية يصرف التخصيصات المالية، لا شركة يتحجز، الشركة الإيرانية يتحجز، ولا احنا نبقى بلا كهرباء يوميا ننتقد مسؤول. السلام عليكم.